وفاة البطل المغربي في الفنون القتالية سليمان محمد عن عمر ناهز 35 عام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي البطل المغربي في الفنون القتالية المختلطة سليمان عبد السلام محمد عن عمر ناهز 35 عام، وخلف النبأ حزنا كبيرا في الأوساط الرياضية المغربية. استنقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من رسائل التعزية بعد انتشار خبر وفاة سليمان محمد، وتفاعل البطل والمقاتل المغربي الشهير أبو زعيتر عبر حسابه الرسمي في تطبيق انستغرام مع خبر وفاة سليمان، حيث كتب: توفي اليوم أخي سليمان، إنا لله وإنا إليه راجعون، راجين من الله أن يمنحك أعلى مراتب الجنة أخي العزيز. ولم يتم حتى الآن الكشف عن سبب وفاة سليمان. وكان سليمان الذي اشتهر بتدريبه معظم مقاتلي الفنون القتالية المغاربة في هولندا، وخاض آخر نزال له قبل شهرين وفاز به بالنقاط، ويملك في سجله 19 فوزا مقابل 4 هزائم. والمقاتل المغربي سليمان محمد هو رجل فنون قتالية يبلغ من العمر 35 عاما، ولد في المغرب وترعرع بها، وهو من أبرز الشخصيات التي لها تأثيرا كبيرا في الشخصيات المختلفة. وكان المقاتل الراحل سليمان محمد مدربا للمواطنين المغربيين في هولندا. إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص تعازينا للشعب المغربي الشقيق في وفاة المغفور له، راجين من الله له الرحمة والمغفرة، وأن يتغمدوا بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وزوي ومحبيه الصبر والسلوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.